هذوك كملنا لو سيستم الاول تاع لي بيتربونات، عرفنا شنو كيفاش نحسبوا لي بي اش. دوكا هنايا كي هضرنا على هذه ليكواسيون لاندرسون وعوضنا وكاع، يقدر في ليكزام يمد لك التركيز تاع اش تي او 3 موا، وانت تعرف باللي 6.1 هي لو بي كا، ويعطيك لو بي اش ويقول لك دير لي لانتربريتاسيون على حساب لو بي سي او 2. انت ما عندكش اصلا لو بي سي او 2، مي ابخي راح نقراو بي سي او 2 لو مويان يعني تاع العادي وين يكون، تقدر تخرجوا من هذه ليكواسيون. عندك الاش تي او 3، عندك لو بي اش، عندك 6.1، تقدر تخرج لو بي سي او 2 تاع هذاك لو باسيون اللي عندك ودير لانتربريتاسيون تاعك لو دياغنوستيك تاعك نورمال. اوكي، تسمى هذه ليكواسيون لاندرسون نسحقوها بزاف. ابخي ما كملنا مع البيكربونات نروحوا لو دوزيام سيستيم تومبون اللي توجور رانا في بلازماتيك، مازلنا غير في لي سيستيم طومبون بلازماتيك. قلنا عندنا اربع انواع بلازماتيك، انتراسيلولار، ال سي ار و ايرين. مازلنا غير في البلازماتيك، هضرنا على البيكربونات، دوكا نهضروا على لي سيستيم طومبون غلوبولار اللي يكون داخل لي غلوبول روج اش بي. اش بي نات معناتها هيموغلوبين، الهيموغلوبين والمرافق تاعو هو اش بي نات. الهيموغلوبين اي ان اكسيلون سيستيم طومبون، اكسيلون سيستيم معناتها يخدم بيان ا بي اش فيزيولوجيك grâce au groupement imidazole des acides aminés histamine, on compte 33 histamines par molécule d'HP. هذا هو هذه هي الهيستامين، هيستامين حمض آمين. ياك هيستامين حمض آمين هذا هو. لو غروبمون إيميدازول هو هذا سي اش 2 ام اش ان، هذا اللي يكون مرتبط الاحماض الامينيه. كاع على بالكم بلي عندنا هذه الصيغه عامه، هذه كاع صيغه مشتركه اللي تكون لهنا، وهذه تتبدل. الحمض الاميني الهيستامين فيه ليميدازول، هذا ليميدازول يقدر يطرح لي اش ولا يمسك اش، هنا يقدر يرفض اش ولا ينحي اش من عنده. سي بور سا قلنا ليموغلوبين هي ان اكسيلون سيستيم طومبون. عنده أبيبخي 33 هيستامين بار مولكيل ديموغلوبين، كل ذرة تاع هيموغلوبين فيها 33 هيستامين. ياك صح لهنا، هذا هذا هيستامين اللي يكون داخل الكرية تاع الكرية الحمراء في الهيموغلوبين إكزاكت. كنزيدو له أش بلوس، كنزيدو له أش بلوس راح يمد لي هذا. هذه اونكا داسيدوز، علاش هذا يعتبر اساس وهذا يعتبر قاعده. هذا يعتبر حمض، عفوا هذا يعتبر اساس وهذا يعتبر حمض. هذا يعتبر اساس لهنا، علاش؟ باسكو اساس هو اللي يستقبل اش بلس ويمد لي حمض. معناتها انا كي تكون عندي اسيدوز لهنا، واش كتبوا لي اسيدوز؟ كي تكون عندي اسيدوز معناتها كاين بزاف الحمض، كاين بزاف الحمض. واش قلنا مقبله كي كنا في البيكربونات؟ قلنا نبعثوا الاساس تاعنا باش يغسبتي لي، هذا هو الاساس تاعي انا اللي ما يكونش فيه اش لهنا، هذه الان تكون وحدها نزيدوا له اش بلس باش تروح وتمد لي الحمل هذا، تربط لي الاش بلس. او كادا كالوز هذا اللي يكون مرتبط بالاش بلس راح يمد الاش بلس تاعو، يا يمد اش بلس زائد هذا الاساس. هذه اونكا داكالوز، هذه اونكا داسيدوز. ما في اسيدوز راح يرتبط لي بالاش بلس باش يمد لي هذا، اونكا داكالوز راح ينحي لي اش بلس من عنده باش يمد لي اش بلس زائد الهيستامين نورمال. هذا هو الهيستامين لازم نشفاو عليه. دونك لو بيكا دو سي نوايو et de 7.3 donc proche du pH physiologique. Le pH physiologique تاعنا قلنا يكون من 7.38 حتى 7.45. تسمى لو بيكا تاع لو نوايو، لو بيكا ماشي نهضر على لو pH، لو بيكا كيما هذا تاع ال HCO3 موان HBCO3 يكون 6.1، هذا لو بيكا تاعو يكون 7.3. ما دام 7.3 معناتها تقريبا يشبه ال بي اش فيزيولوجي. ا سو بي اش اي سي كونتيكسيون دو شاكين دي فوا. حنا واش قلنا؟ نعاودو نرجعو ليكواسيون لو ولا كامل اللي كنا نهضرو فيها. اتون دقيقة هنايا قلنا كيكون بي اش يساوي البيكا معناتها تركيز الحمض يساوي تركيز الاساس. مادام تركيز الحمض يساوي تركيز الاساس كما قلنا يكون عندي 50% من كل وحده فيهم، 50% هكا 50% هكا. فهمتوني؟ باسكو علاه لو بيكا تاعنا راهو يساوي تقريبا لو بي اش، تسمى عندي 50% من هذه 50% من هذه. لو دوغري دوكسيجيناسيون دو لاش بي
affecte le pouvoir tampon du groupement imidazole. L'oxy-HB est un acide plus fort que le désoxy-HB. Le degré d'oxygénation par HB, l'oxygénation, l'hémoglobine fait de bizarre oxygène, il a fermé le pouvoir tampon par le groupement imidazole. Parce que l'oxy-HB, l'hémoglobine, le plus marqué de l'oxygène, lui est un acide bizarre fort, lui est un chemin de par rapport au désoxy HB, HB normal, HB اللي ماهو مرتبط حتى حاجة, الهيموغلوبين ماهو مرتبط حتى حاجة, والهيموغلوبين اللي مرتبط بالأكسجين, اللي مرتبط بالأكسجين يعتبر حمض قوي بالنسبة للهيموغلوبين اللي ماهو مرتبط بوالو. الHB, الهيموغلوبين اللي ديزوكسي هيموغلوبين سي كومبورت كوم ديز أسيد ثابت, معناتها الهيموغلوبين العادي والديزوكسي هيموغلوبين, الهيموغلوبين منقوص الأكسجين يعتبروا كديز اسيد ثابت, هما عباره عن اسيد وي مي ديز اسيد ثابت ماهمش ديز اسيد نورمال.